السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة تأمينات الأشخاص. لو احنا نفتكر في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم ان قلنا ان تأمينات الأشخاص بتتكون من بابين. الباب الأولاني بيتكلم عن أساسيات التأمين على الأشخاص، والتاني والوحدة التانية بتتكلم عن التأمين المؤقت، والشروط العامة الوحدة التالتة بتتكلم عن الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة، ورابع وحدة بتتكلم عن مدى الحياة، وثيقة مدى الحياة. والباب الثاني بيكون بردك من 4 وحدات اللي هو التأمين على الحياة الجماعي والمختلط وصناديق التأمين الخاصة والتأمين التكافلي. هنبدأ هنا في الحلقة بتاعتنا هنراجع الباب الأول، لأن احنا طبعا شرحنا الحلقات اللي فاتت لو انتوا كنتوا بتتابعوا معايا ان احنا شرحنا المنهج كله. فهنبدأ نمسك الباب الأول اللي هم 4 وحدات اللي هي الأساسيات والشروط العامة والتأمين المؤقت ووثيقة مدى الحياة. هنبدأ نعمل فيهم مراجعة، هناخد الأسئلة ونشوف هنا الواحد الباب ده بيجي منه أسئلة إيه، ونبدأ إن احنا نتمرن على الأسئلة دي علشان لما تيجي في الامتحان نقدر إن احنا نحل فيها. هنمسك أول حاجة في السؤال اللي هو هيبقى سؤال صح وخطأ، فهنبدأ مع بعض ونشوف في السؤال الأول اللي هو صح وخطأ. أول سؤال بيقولك إيه؟ تستخدم طريقة القيمة النقدية للإنسان صافي دخل المؤمن عليه في التأمين ضد خطر الوفاة. هنا بيقولك إن طريقة القيمة النقدية للإنسان هي بتستخدم صافي الدخل؟ لا، هي الجملة دي خاطئة. أمال هي إيه؟ إجمالي الدخل. يبقى هنا بتستخدم طريقة القيمة النقدية للإنسان إجمالي مش صافي. طيب ناخد النقطة التانية، تعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للإنسان على الدخل الذي يخص الأسرة بعد طرح نصيب العائل من إجمالي الدخل. هي هنا الإجابة هتكون صحيحة، ان هنا طريقه القيمه الراسماليه على الدخل اللي هو بيخص مين؟ الاسره بعد ما بطلح منه نصيب الايه؟ العائل. تالت حاجه اللي هي تتميز طريقه القيمه الاقتصاديه للانسان بانها ترشد المؤمن له الى نوع الوثيقه الواجب شرائها. تتميز طريقة القيمة الاقتصادية للإنسان بأنها ترشد المعمل له لنوع من الوثيقة الواجب شرائها. هي كده الإجابة دي هتكون خاطئة، مش هي القيمة الاقتصادية، أمال هي القيمة القيمة الإنتاجية أو التأمينية. القيمة التأمينية. يبقى هنا ان تتميز القيمة التأمينية ان هي بترشد المؤمن الى نوع الوثيقة الواجب شرائه. هنا التأمين الاجتماعي أو الحكومي هو تأمين اختياري. أنا هنا عندي إن التأمين الحكومي أو التأمين الاجتماعي هو بيكون اختياري، لا هو ما بيكونش اختياري، هو بيكون بيكون إجباري. يبقى هنا الإجابة هنا هتكون هتكون خاطئة. النقطة اللي بعد كده، هنا جميع أخطار الأشخاص يمكن تغطيتها عن طريق وثائق التأمين على الحياة الخاصة أو التجارية. هنا بيقولك ان جميع اخطار الاشخاص يمكن ان انا اغطيها عن طريق وثائق التامين على الحياه الخاصه او التجاريه. هي هنا الاجابه هتكون خاطئه. ليه هتكون خاطئه؟ لان هي تامينات حكوميه او اجتماعيه، مش تامينات، مش هي وثائق التامين على الحياه الخاصه او التجاريه. النقطه اللي بعد كده، تغطي وثائق التامين المؤقت وثائق مدى الحياة وتأمين مدى الحياة الخسائر المالية المترتبة على الوفاة. هنا الإجابة هتكون صحيحة، لأن احنا قايلين إن هنا وثائق التأمين المؤقت ومدى الحياة هي بتغطي الخسائر المترتبة على حالة الوفاة.
تغطي وثائق التأمين الوقفية البحتة والدفعات الحياة الآثار المالية المترتبة على طول العمر. طول الإيه؟ العمر. يبقى هنا الإجابة دي هتكون إيه؟ هتكون صحيحة. يبقى هنا عندي إن هنا تغطي وثائق التأمين المؤقت على الخسائر اللي هي الناتجة عن الإيه؟ عن الوفاة، التأمين المؤقت ومدى الحياة. طب وهنا الوقفية البحتة هنا بتعمل إيه؟ الوقفية البحتة بيكون ليها أو بتغطي الخسائر الناتجة عن طول الإيه؟ طول العمر. النقطة اللي بعد كده، المبالغ اللازمة لمواجهة حاجات معينة تميل إلى الكبر في حالة الوفاة عنها في حالة الإيه؟ العجز. أنا عندي المبالغ اللي بتواجه حاجات معينة تميل إلى الكبر دي في حالة إيه؟ في حالة العجز عنها في حالة الإيه؟ الوفاة. يبقى هنا الإجابة دي هتكون إيه؟ هتكون خاطئة، لأن هو عكس. المفروض هنا في حالة العجز عنها في حالة الإيه؟ الوفاة. النقطة اللي بعد كده، تمنح وثائق التأمين الأمريكية مهلة قدرها 30 يوما لسداد الأقساط. يبقى هنا الإجابة دي هتكون خاطئة، إنما الوثائق التأمين الأمريكية بتمنح وثائق التأمين الأمريكية مهلة قدرها كام؟ قدرها 31 يوم. أما في المصرية هي بتمنح بقدرها كام؟ 30 يوم. يبقى هنا أنا هنا عندي حاجتين، الأمريكية والمصرية. المصرية مهلة السداد بتكون 30 يوم، أما الأمريكية بتكون 31 يوم. طب هنا في النقطة اللي هو جايبها لك على الشاشة بيقول لك إن تمنح اللي هي الوثائق التأمين الأمريكية مهلة سداد قدرها 30. يبقى هنا الجملة دي هتكون إيه؟ هتكون خاطئة. ليه؟ لأن هنا الوثائق الأمريكية بتكون مهلة السداد 31 ايه؟ يوم. يبقى هنا هنشوف على الشاشة مع بعض اهو، يبقى هنا الإجابة هتكون خطأ اللي هي 31 يوم. النقطة اللي بعد كده، إذا توقف المؤمن له عن سداد الأقساط في مواعيدها تنتهي الوثيقة فورا. يبقى هنا هل لو أنا المؤمن له توقف عن السداد الأقساط هل الوثيقة بتنتهي فورا؟ لا، هي هنا الإجابة خاطئة. خاطئة ليه؟ لأن أنا لو هو امتنع أو ما سددش أو توقف عن السداد بديله مهرة سداد، مهلة للسداد. يبقى هنا الإجابة دي هتكون خاطئة، هي ما بتنتهيش الوثيقة، هنا أنا بديله مهلة سداد. النقطة اللي بعد كده، يسدد المؤمن له الأقساط المتأخرة بدون فوائد تأخير. هل الشخص المؤمن له لو هو تأخر الأقساط المتأخرة دون فوائد تأخير ما بياخدش منه فوائد تأخير؟ لا، غلط. لا، ده يبقى فيه لو هو تأخر المؤمن عن سداد الأقساط بيدفع فوائد تأخير. يبقى هنا بيوجد فوائد تأخير كام؟ 7% ايه؟ سنوي. النقطة اللي بعد كده، يحق لشركة التأمين المطالبة بإلغاء الوثيقة إذا تبين لها وجود غش من قبل المتعاقد. من حق شركة التأمين إن هي تلغي الوثيقة لو لقيت إن هنا المؤمن له قدم بيانات خاطئة أو غش أو أي حاجة، عطى بيانات غير صحيحة أو غش، فهنا شركة التأمين من حقها إن هي تلغي الإيه؟ الوثيقة. يبقى هنا الإجابة دي هتكون إيه؟ هتكون صحيحة. نيجي النقطة اللي بعد كده، الخطأ في السن يوجب إلغاء وثيقة التأمين على الحياة. هنا الإجابة دي هتكون خاطئة، هنا لازم إن أنا أعمل تسوية، يجوز التسوية لو في خطأ في السن، إن هو قدم الخطأ في السن إن هو سنه مثلا كان مثلا سنه 50 سنة وهو قال إن هو عنده 45 سنة، فهنا بيوجب مش هينفع، يعني مش هيلغي وثيقة التأمين، اللي هو ممكن إن هو يعمل له تسوية. النقطة اللي بعد كده، لا تغطي وثيقة التأمين الإعدام بناء على حكم قضائي. الإجابة هنا هتكون صحيحة، إن هنا شركة التأمين ما بتغطيش الإعدام،
بناء على حكم ايه؟ قضاء. دي من الاستثناءات في اللي هي الاستثناءات العامة لوثائق التأمين على الأشخاص. يبقى هنا الإجابة دي هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، تغطي وثيقة التأمين أخطار الحرب والأعمال العسكرية الذي كان المؤمن عليها مجندا. هل شركة التأمين بتغطي أو وثيقة التأمين بتغطي أخطار الحرب والأعمال العسكرية؟ هنا بتكون الإجابة دي خاطئة، لا تغطي، لأن احنا قلنا من الاستثناءات العامة للوثيقة اللي هي أخطار الحرب والأعمال العسكرية، اللي هو الانتحار، اللي هو الشغب والإرهاب. دي كل حاجة دي من الاستثناءات ان شركة التأمين ما بتعوضش عليها او ما بتغطيش عليها. طيب النقطة اللي بعد كده، لا يلتزم المؤمن في التأمين المؤقت الفردي بدفع اي مبالغ للمؤمن له في حالة بقائه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين. انا هنا هنا لا يلتزم المؤمن اللي هي شركة التأمين في التأمين المؤقت الفردي بدفع اي مبالغ للمؤمن له في حالة بقائه على قيد الحياة، يعني هو فضل على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين. يعني هنا في التأمين المؤقت احنا قلنا ان التأمين المؤقت شركة التأمين بتغطي الوثيقة دي لو الشخص توفى، فهي بتدي التعويض لي او للمستفيد. اما في لو الشخص فضل على قيد الحياة حتى انتهاء مدة التأمين، هنا شركة التأمين ما بتديش اي مبالغ للمؤمن له. ليه ما بتديلوش اي مبالغ؟ لان هنا وثيقة التأمين المؤقت لسه قايلينها ان هي بتغطي الخسائر الناتجة عن اللي هو الوفاة في حالة الايه؟ الوفاة. طب الشخص ده او المؤمن له هو ما توفاش، هو لسه موجود على قيد الحياة، هل شركة التأمين هتدي اي مبالغ؟ لا، شركة التأمين ما هتديش ولا اي مبالغ للمؤمن له. يبقى هنا الاجابة دي هتكون ايه؟ هتكون صحيحة. طيب هنشوف النقطة اللي بعد كده، يؤدي التضخم الى زيادة الاتجاه نحو التأمين قصير الاجل. التضخم ده بيؤدي الى زيادة الاتجاه نحو التأمين قصير الاجل. هنا الاجابة هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، يعتبر التأمين المؤقت مع حق التحويل اقل تكلفة من اي نوع اخر. هنا التأمين المؤقت من حق التحويل، يعني انا من حقي ان انا احول لوثيقة تانية، هنا بيعتبر اقل تكلفة من اي نوع اخر. هنا الإجابة هتكون صحيحة. النقطة اللي بعد كده، تتيح شركة التأمين في التأمين المؤقت حق التحويل لوثائق ذات المدد الطويلة في أي وقت قبل انتهاء مدة الوثيقة بثلاث سنوات على الأقل. هنا شركة التأمين بتتيح التأمين المؤقت حق التحويل، بس لازم هنا المدة دي مش 3 سنوات، امال هي هتكون كام؟ 5 سنوات. يبقى هنا الاجابة دي هتكون خاطئة ويكون ب5 سنوات على الاقل. النقطة اللي بعد كده، تناسب وثائق تأمين المؤقت المتناقص الاسر ذات المديونات الصغيرة نسبيا والقدرات المالية العالية. هنا الاجابة هتكون خاطئة، هي مش صغيرة نسبيا ولا عالية ولا القدرات المالية ايه؟ عالية. يبقى هنا خاطئة، اللي هي بتناسب وثائق التأمين المؤقت المتناقص الأسر ذات المديونات الايه؟ الكبيرة، مش الصغيرة، الكبيرة نسبيا والقدرات المالية المحدودة نسبيا. النقطة اللي بعد كده، هنا بتشترط وثائق التأمين المؤقت على يقل سن المؤمن له عند الإصدار عن 45 سنة إذا كان سن التقاعد 60 سنة. هنا النقطة دي هتكون إيه؟ صحيحة، لأن هما بيشتركوا في وثيقة التأمين المؤقت إن لو هصدر الوثيقة لازم الشخص ده يكون عنده كام؟ عنده 45 سنة. إذا كان إن هو هيتقاعد، إن هو هيطلع على المعاش وعنده 60 سنة. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت
من حيث طول مدة الوثيقة إلى وثائق مؤقتة قصيرة الأجل ووثائق طويلة الأجل. هنا الإجابة طبعا هتكون إيه؟ هتكون صحيحة، لأن إحنا قايلين إن هنا وثائق التأمين المؤقت من حيث الطول هما اتنين، اللي هي قصيرة الأجل وطويلة الأجل، يبقى هنا النقطة دي هتكون إيه؟ صحيحة. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت بحسب طبيعة مبلغ التأمين إلى وثائق بمبالغ ثابتة وأخرى ذات مبالغ اللي هي إيه؟ متغيرة. هنا الإجابة برضك هتكون إيه؟ هتكون صحيحة، لأن إحنا قايلين إن هنا وثائق التأمين المؤقت بحسب طبيعة مبلغ التأمين، عندي وثائق ثابتة ووثائق إيه؟ متغيرة. كده إن إحنا خلصنا اللي هي الأسئلة اللي هي صح وخطأ. هنيجي في السؤال التاني، أكمل العبارات الآتية. هنا واحد، أقساط التأمين بتكون نقط لذو الأعمار الصغيرة ونقط لذو الأعمار الكبيرة في حالة ثبات مدة التأمين في التأمين ضد خطر نقط. أنا عندي هنا أقساط التأمين بتكون مرتفعة، هنا دي بتكون إيه؟ مرتفعة. طب مرتفعة لمين؟ للأعمار الصغيرة. طيب وهنا بتكون إيه؟ منخفضة لذو الأعمار الكبيرة في حالة ثبات مدة التأمين في التأمين ضد خطر الحياة، ضد خطر الإيه؟ الحياة. يبقى هنا أقساط التأمين بتكون مرتفعة للأعمار الكبيرة للأعمار الصغيرة، وبتكون منخفضة للأعمار الإيه؟ الكبيرة. يبقى هنا في الأعمار الصغيرة بتكون مرتفعة الأقساط التأمين، في الأعمار الكبيرة بتكون منخفضة، هنا في مدة التأمين التأمين ضد خطر الإيه؟ الحياة. النقطة اللي بعد كده، تعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للإنسان في التأمين على تحديد مدة نقط بمدة تساوي مدة تقع إيه؟ أو تقع حياة نقط. هنا المفروض ان انا بتعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للإنسان في التأمين على تحديد مدة دفعة الايه؟ المعيش بمدة تساوي مدة توقع حياة العائل، الشخص اللي هو بيعيل الأسرة بتاعته. يبقى هنا دفعة مدة دفعة المعيش وهنا حياة العائل. النقطة اللي بعد كده، تعتمد طريقة نقط للإنسان على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية أو مصادر الدخل والضرائب على الدخل. يبقى هنا بتعتمد الطريقة الاقتصادية للإنسان على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية وإيه؟ للعائل أو مصدر الدخل والضرائب على الإيه؟ على الدخل. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين على الأشخاص الفردية على الأشخاص الفردية بصفة عامة إلى وثائق نقط ووثائق نقط. أنا عندي اللي هنا الوثائق التأمين على الأشخاص الفردية تنقسم إلى وثائق هنا شعبية ووثائق عادية. يبقى هنا بتنقسم الوثائق التأمين على الأشخاص الفردية إلى نوعين، العادية والشعبية. النقطة اللي بعد كده، تغطي وثائق التأمين المختلط نقط من خطر وتسمى بالوثائق نقط. هنا بتغطي وثائق التأمين المختلط أكبر من أو أكثر من خطر، يبقى هنا أكثر من خطر، وتسمى بالوثائق الإيه؟ المركبة. النقطة اللي بعد كده، يهدف التأمين نقط إلى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة في المجتمع أو حماية أفراد المجتمع الذوي نقط. يبقى هنا بيهدف التأمين المتناهي الصغر، يبقى هنا بيهدف التأمين متناهي الصغر إلى إدارة مخاطر الطبقة الفقيرة في المجتمع أو حماية أفراد المجتمع ذو الدخول الإيه؟ المحدودة، الدخل بتاعه بيكون محدود. النقطة اللي بعد كده،
من أسباب محلال التأمين على الحياة الشعبي نقط المزايا التي يقدمها وارتفاع نقط بالنسبة لهذه المزايا. يبقى هنا من أسباب التأمين على الحياة الشعبي اللي هي ضالة المزايا التي يقدمها وارتفاع التكلفة. يبقى أنا عندي ضالة المزايا، يعني هنا المزايا قليلة والارتفاع التكلفة بيكون كبير، ده بيؤدي إلى أسباب اضمحلال التأمين على الحياة الشعبي. النقطة اللي بعد كده، يشترط في حالة زيادة مدة توقف المؤمن له عن سداد الأقساط عن نقط توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الطبيب الذي نقط للشركة. يبقى هنا بيشترط في حالة زيادة مدة التوقف المؤمن له عن سداد الأقساط عن كام؟ إن أنا مينفعش إن أنا أتوقف عن سداد الأقساط عن كام؟ عن 6 أشهر. ولازم هنا بيعمل إيه؟ بيبقى فيه توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الطبيب الذي مين بقى اللي بإيه؟ الذي تعينه الشركة، يعني الشركة هي اللي بتعين اللي هو الطبيب عشان نكشف عليه. يبقى هنا أهو، يبقى هنا في حالة زيادة مدة التوقف المؤمن له عن سداد الأقساط عن 6 شهور بيبقى فيه كشف طبي من اللي بتعينه أو الطبيب ده الشركة هي اللي بتعينه. النقطة اللي بعد كده، يجوز للمؤمن المنازعة أو المطالبة بإلغاء الوثيقة إذا تبين له المؤمن له ببيانات خاطئة أو نقط ببيانات معينة. إذا تبين له إخفاء أو إدلال المؤمن له ببيانات خاطئة أو إخفاء بيانات معينة. يبقى هنا بيجوز للمؤمن إن هو يعمل منازعة ليه ضد المؤمن له. طب هيعمل منازعة ليه؟ علشان المؤمن له عطى بيانات خاطئة أو أدلل ببيانات خاطئة أو عطاله هنا البيانات بتاعته أو أفشى بيانات ليه، مرضيش يديله البيانات الصحيحة. فهنا يجوز ان هو المؤمن له، المؤمن اللي هي شركة التأمين، ان هي تعمل منازعة مع المؤمن له. طب هنيجي بعد كده النقطة اللي بعد كده، تتنازل شركة التأمين عن حقها في صحة التعاقد إذا كانت الوثيقة نقط المفعول على حياة المؤمن عليها لمدة نقط من تاريخ إصدارها وذلك فيما عدا نقط. يبقى هنا بتتنازل شركة التأمين عن حقها في صحة التعاقد إذا كانت الوثيقة سارية المفعول. يبقى هنا بتتنازل شركة التأمين عن حقها في صحة التعاقد إذا كانت الوثيقة سارية المفعول على حياة المؤمن عليه لمدة إيه؟ لمدة إيه؟ اللي هي لمدة 2 سنين من تاريخ إصدارها وذلك فيما عدا الغش. يعني هي ينفع ان انا الوثيقه تكون ساريه، ينفع ان هنا لو الشخص اللي لسه عايش لحد مده 2 سنين من تاريخ اصدارها، بس ايه فيما عدا يعني شركه التامين مش هتتنازل عن حقها في صحه التعاقد لو حصل غش. طب لو حصل غش شركه التامين هتعمل ايه؟ هتعمل تتنازع عليه او ان هي تلغي الوثيقه. النقطه اللي بعد كده، تستثنى جميع وثائق التأمين على الحياة حالات الوفاة الناتجة عن أخطار نقط ونقط ونقط اللي هي الأخطار الحرب والإسفار والمهن الخطيرة. هنا الاستثناءات جميع وثائق التأمين على الحياة اللي هي حياة الحالات الوفاة الناتجة عن أخطار، زي ما اتفقنا اللي هي الاستثناءات ان شركة التأمين ما بتعوضش عليها. طب وهي شركة التأمين ما بتعوضش على لو حصل ايه الاخطار دي في الحرب او الاسفار ده اللي هو السفر، او اللي هي في الاعمال الخطرة اللي هي شركة التأمين ما بتعوضش عليها. يبقى هنا دي الاستثناءات من شركة التأمين ان هي ما بتعوضش عليها. هنيجي النقطة اللي بعد كده، في حالة الوفاة المترتبة على أحد الأخطار المستثنية تدفع الشركة إلى نقط قيمة نقط للوثيقة. يبقى هنا في حالة الوفاة المترتبة على أحد الأخطار المستثنية تدفع الشركة إلى أصحاب الحق قيمة إيه؟ الاحتياطي الحسابي للوثيقة.
يبقى هنا لو حصل هنا في حالة الوفاة المترتبة على الأخطار المستثناة بتدفع الشركة لمين؟ لأصحاب الإيه؟ الحق. النقطة اللي بعد كده، يقصد بشرط التجديد إمكانية نقط الوثيقة دون تقديم دليل نقط للتأمين. يبقى هنا يقصد هنا بشرط التجديد إمكانية إيه؟ تجديد الوثيقة دون تقديم دليل القابلية للتأمين. هنا النقطة اللي بعد كده، بيتطلب التحويل بسبب العمر الحالي في التأمين المؤقت الفردي دفع نقط مع عدم سداد أي مبالغ إيه أخرى. يبقى هنا بدفع إيه؟ دفع القسط الإيه؟ المستحق. إن أنا بدفع القسط المستحق، يتطلب تحويله بسبب العمر الحالي في التأمين المؤقت الفردي، إن أنا بدفع إيه؟ القسط المستحق مع عدم سداد أي مبالغ إيه؟ أخرى. النقطة اللي بعد كده، تقدم وثائق التأمين المؤقت حتى سن التقاعد نقط لمدة تتحدد مع أساس الفرق بين سن المؤمن عليه ضد نقط الوثيقة نقط. يبقى هنا بتقدم وثيقة التأمين المؤقت حتى سن التقاعد اللي هي حماية تأمينية لمدة تتحدد مع أساس الفرق بين السن المؤمن عليه عند إصدار الوثيقة. بالنقطة هنا هتبقى إصدار الوثيقة وسن التقاعد، وهنا سن الإيه؟ التقاعد. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت حسب طبيعة القسط المستحق إلى وثائق مؤقتة بقسط نقط، وثائق مؤقتة بقسط نقط. هنا بيكون بقسط متساوي وقسط متغير. يبقى هنا بتنقسم وثائق التأمين المؤقت حسب طبيعة القسط، اللي هنا وثائق التأمين بقسط متساوي وقسط إيه؟ متغير. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق التأمين المؤقت حسب طول مدة الوثيقة إلى وثائق مؤقتة نقط ووثائق مؤقتة نقط. هنا حسب طول مدة الوثيقة، واحنا اتفقنا ان هنا تنقسم وثائق التأمين المؤقت من حسب مدة الوثيقة إلى حاجتين، اللي هي وثيقة طويلة الأجل وقصيرة الإيه؟ الأجل. يبقى هنا هتكون هنا اهو قصيرة الأجل وطويلة الأجل. النقطة اللي بعد كده، يتطلب التحويل بأثر رجعي دفع نقط مع سداد مبلغ آخر للشركة. هنا هدفع إيه؟ قسط. هدفع قسط إيه؟ أقل. بيتطلب لو أنا هعمل تحويل بأثر رجعي هدفع دفع قسط أقل مع سداد مبلغ آخر للإيه؟ للشركة. النقطة اللي بعد كده، تحتوي وثيقة التأمين لمدى الحياة على عنصرين، اللي هو عنصرين اللي هو الايه؟ المدخرات والحماية التأمينية. يبقى هنا انه العنصرين اللي هو ايه في وثيقة التأمين لمدى الحياة، اللي هي الحماية التأمينية والمدخرات. النقطة اللي بعد كده، بيستحق مبلغ التأمين في وثيقة التأمين لمدى الحياة إذا نقط مبلغ التأمين بيستحق في التأمين لمدى الحياة أو وثيقة مدى الحياة إذا إيه؟ إذا توفى المؤمن عليه. يبقى هنا دي إذا توفى المؤمن عليه أو ظل على قيد الحياة حتى آخر سن بجدول الحياة الإيه؟ المستخدم. ده المدى الحياة. وثيقة التأمين لمدى الحياة هي بتعمل على حاجتين، الوفاء والقيد على الحياة. يبقى هنا بيستحق مبلغ التأمين في وثيقة التأمين لمدى الحياة على ايه؟ لو الشخص توفى اللي هو المؤمن عليه او ظل على قيد الايه؟ على الحياة. النقطة اللي بعد كده، يرجع السبب في نقط القسط المتساوي عن القسط المطلوب إلى أن احتمال الوفاة بتكون نقط للأعمار الكبيرة عن الأعمار الصغيرة. بيرجع السبب في انخفاض، أنا عندي هنا انخفاض القسط المتساوي عن القسط المطلوب
إلى أن احتمال الوفاة بتكون مرتفعة للأعمار الكبيرة عن الأعمار الصغيرة. النقطة اللي بعد كده، تستخدم المدخرات المتكونة من في سنوات الوثيقة الأولى لسداد نقط الناتجة في سنوات الوثيقة نقط. يبقى هنا أنا بسدد الإيه؟ الفرق السالب الناتج في سنوات الوثيقة الإيه؟ الأخيرة. النقطة اللي بعد كده، يمكن لحامل وثيقة التأمين لمدى الحياة الحصول على نقط المتكونة عند تصفية الوثيقة أو شراء نقط بقيمتها بتتيح له نقط منتظمة. إن أنا هنا بعمل إيه؟ بحصل على المدخرات المتكونة عند تسوية الوثيقة أو شراء دفعة الحياة بقيمتها وبتتيح لها دخل إيه؟ منتظم. النقطة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ اللي هو بيقولك ترتبط مقدرة الفرض على سداد نقط بحجم نقط التأمينية المطلوبة في تأمينات الحياة. أنا بسدد الأقساط عشان أعمل إيه؟ بحجم الحماية الإيه؟ التأمينية. النقطة اللي بعد كده، تنص وثيقة التأمين على الحياة المصرية على أن أقساط التأمين الواجب سدادها وتمنح مهلة سداد قدرها كام؟ احنا لسه قايلين ان هنا في المصرية مهلة السداد بتكون كام؟ قلنا بتكون 30 يوم، وفي الامريكية بتكون مهلة السداد 31 يوم. النقطة اللي بعد كده، تنقسم وثائق دفعات الحياة حسب طريقة سداد القسط الى نوعين، وثائق دفعات الحياة لقسط واحد ووثائق دفعات الحياة باقساط متساوية. يبقى هنا وثائق دفعات الحياة حسب طريقة السداد عندي نوعين، اللي هو قسط واحد وقسط متساوي. كده ان احنا خدنا اللي هو الصح وخطأ وخدنا اكمل. هنيجي ناخد السؤال الثالث، اكتب المصطلح التأميني. اكتب المصطلح التأميني، هو هيجيب لك التعريف ويقول لك هو ده ايه، ده ايه التعريف ده، او هو الجملة دي بتقول على ايه، او المصطلح بتاعي. هناخد اول حاجة، هنا بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة خلال فترة زمنية محدودة. ده هيكون ايه؟ لو احنا فاكرين ان انا بقدم حماية تأمينية، مين اللي بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة؟ ضد خطر الوفاة خلال فترة زمنية محدودة. احنا قلنا اللي هو ده اسمه ايه؟ مفهوم التأمين على الحياة المؤقت. مفهوم التأمين على الحياة المؤقت ان هو بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة، ضد خطر الايه؟ الوفاة. طيب النقطة التانية في المصطلح التأميني، هي الدفعة التي تكون مبلغها متساوي. الدفعة التي تكون مبلغها متساوي دي هتكون اللي هي الدفعات الايه؟ الدفعات الثابتة. النقطة اللي بعد كده، هي الدفعة التي تكون مبالغها غير متساوية. التانية كانت متساوية، يبقى هنا دي هتكون الدفعات الايه؟ المتغيرة. يبقى احنا عندنا هنا نوعين من الدفعات، عندي دفعات ثابتة ودفعات متغيرة. الدفعات الثابتة ان هي بتكون المبالغ بتاعتها بتكون متساوية، اما الدفعات المتغيرة بتكون المبالغ بتاعتها غير متساوية. هنا بيشبه زي ما احنا اتكلمنا وقلنا عندنا اللي هي الدفعات، عندي دفعات ثابتة ودفعات متغيرة، وقلنا ان الدفعات الثابتة بتكون المبالغ بتاعتها متساوية، اما الدفعات المتغيرة بتكون الدفعات او المبالغ بتكون غير متساوية. هنيجي نشوف هنا في المصطلح التاني، بيشبه التأمين الشعبي حيث يتعلق بالتأمين على الحياة الطبقة الفقيرة في المجتمع كما يصلح للمجتمعات ذو الدخل المحدود. ذو الدخل المحدود ده يبقى هنا التأمين متناهي الصغر. يبقى هنا ذو الدخل المحدود، يبقى هنا ده التأمين متناهي الايه؟ الصغر. لو احنا شفناه على الشاشة انه بيقصد التأمين الشعبي
حيث بيتعلق بالتأمين على الحياة الطبقة الفقيرة، ده هنا اسمه ايه؟ تأمين المتناهي الصغر. هنيجي نشوف بقى النوع تاني، او نوع من انواع التأمين على الحياة الفرد، ويشترط بمبلغ صغير نسبيا للتأمين على الطبقة العاملة. ده هنا بيكون اللي هو التأمين على الحياة الشعبي، لان هنا بيقولك ايه؟ على حياة الطبقة العاملة. يبقى هنا اهو، يبقى ده التأمين على الحياة الايه؟ الشعبي. لو هو قالك هو نوع من انواع التأمين على الحياة الفردي، وبيشترط بمبالغ صغيرة نسبيا، صغيرة نسبيا، وللتأمين على الحياة للطبقة العاملة، ده هو الحياة الايه؟ الشعبي. النقطة اللي بعد كده هي وثائق التأمين الفردية التي يشتريها العملاء من شركات التأمين لسد حاجات تأمينية معينة مقابل دفع الأقساط المطلوبة. ده هنا اللي هو التأمين على الحياة العادية. كده احنا خلصنا المصطلح التأميني. هناخد السؤال الرابع، أجب عن الأسئلة الآتية. والأسئلة الآتية دي اللي هو المصطلح اللي هو أذكر ده بيكون أسئلة مقالية. بيقول لك هنا في السؤال ده، فقد الدخل او انخفاضه يمكن حدوثه بسبب تحقق اي من الاخطار التي تعد كل ذو دخل ويعتمد في معيشتها على هذا الدخل. اذكر هذه الاخطار. لو احنا قلنا ايه هي الاخطار اللي بتهدد كل من ذو دخل، الاخطار اللي بتهددها، هنا عندي كام اخطار؟ هم اربع اخطار. ايه هم الاخطار دي؟ لو احنا الاخطار اللي بتهدد كل ذو دخل، انا عندي اربعة، اللي هو خطر الوفاة والعجز، وتالت خطر اللي هو الشيخوخة او التقاعد في سن صغير، اخر حاجة اللي هو نفاذ العمر، نفاذ الايه؟ العمر، حتى او اول حاجة الوفاة المبكر، تاني حاجة العجز الناتج عن المرض او الحادث، ثالث حاجة التقاعد الإجباري أو الشيخوخة، رابع حاجة اللي هو طول العمر حتى نفاذ المال، طول العمر حتى نفاذ المال. يبقى أنا عندي هنا كم نوع من الأخطار اللي بتهدد ذو الدخل؟ أنا عندي أربعة، اللي هم إيه؟ لو إحنا نفتكر مع بعض، اللي هو الوفاة والعجز والشيخوخة، واخر حاجه نفاذ طول العمر حتى نفاذ الايه؟ المال. هناخد السؤال اللي بعد كده، اذكر باختصار طرق تحديد مبلغ التأمين على الاشخاص. هنا طرق تحديد مبلغ التأمين على الاشخاص، انا عندي خمس طرق. ايه هم الخمس طرق دول؟ اللي هي القيمة الاقتصادية، والقيمة النقدية، والقيمة الرأسمالية، والقيمة الانتاجية او التأمينية، واخر حاجة اللي هي طريقة الاحتياجات. هنا خمس طرق، لو احنا نشوفهم اهو، طرق تحديد مبلغ التأمين على الاشخاص. اول حاجة القيمة النقدية للانسان، تاني حاجة القيمة الرأسمالية للانسان، ثالث حاجة القيمة الاقتصادية للإنسان، ورابع حاجة القيمة التأمينية، وخامس حاجة طريقة الاحتياجات. لو احنا نعرف نعمل مقارنة بين القيمة النقدية والرأسمالية والاقتصادية والتأمينية، هنا هنلاقيها على الشاشة اهو، الفرق او وجه المقارنة بين القيمة النقدية للإنسان والقيمة الرأسمالية والقيمة الاقتصادية والقيمة التأمينية. هنا القيمة النقدية بالنسبة للدخل المستخدم، أنا هنا في القيمة النقدية للإنسان هو بيستخدم إجمالي الدخل الأسرة، بيستخدم إجمالي دخل الإيه؟ الأسرة. أما في القيمة الرأسمالية أنا بستخدم هنا إجمالي الدخل بعد استبعاد نفقات العائل، أنا بستبعد نفقات الإيه؟ العائل. اما في القيمة الاقتصادية هي اجمالي الدخل بعد استبعاد نفقات العائل والضرائب. هنا في القيمة التأمينية هي بتستخدم القيمة الحالية للدخول الايه؟ المتوقع، واستبعاد القيمة الحالية لدخول المتوقع ايه؟ فقدانها.
يبقى هنا الدخل المستخدم في الاربع حاجات. انا عندي هنا القيمة النقدية زي ما شايفين ان احنا بنعمل اجمالي دخل الاسرة، اما القيمة الرأسمالية هي اجمالي الدخل بس بستبعد النفقات العائلة. هنا القيمة الاقتصادية، انا هنا بعمل اجمالي الدخل وبستبعد نفقات العائل والضرائب، يعني ده زيها بالظبط بس بستبعد الايه الضرائب. هنا في القيمة التأمينية انا بعمل القيمة الحالية للايه للدخول. عندي مدة دفعة الايه المعاش، هنا في القيمة النقدية للانسان هي مدى حياة العائل، كل ما العائل عايش هي القيمة النقدية للانسان بتكون مدة دفعة الايه المعاش. هنا في القيمة الرأسمالية مدة توقع حياة العائل، كل ما توقع حياة العائل امتى. هنا القيمة الاقتصادية هي مدة حياة الانتاجية للعائل اللي هو بينتج فيها. هنا القيمة التأمينية من تاريخ الشراء حتى التقاعد، من ساعة ما انا اشتري لحد ما يتقاعد ان هو يطلع على المعاش. نوع دفعة المعاش، هنا بتكون في القيمة النقدية للإنسان بتكون احتمالية، هنا في الرأسمالية بتكون مؤكدة، في الاقتصادية بتكون مؤكدة. يبقى هنا الاتنين الرأسمالية والاقتصادية بتكون الدفعات مؤكدة، أما في النقدية بتكون الدفعة احتمالية، بتكون ايه احتمالية. يبقى احنا عرفنا الفرق بين الأربع قيم دول اللي هي القيمة النقدية والقيمة الرأسمالية والاقتصادية واللي هي التأمينية. نشوف السؤال اللي بعد كده، اذكر انواع او طرق بيع اللي هي التأمين على الحياة التجاري. وانا عندي هنا اللي هم اربع انواع او اربع طرق، اللي هو التأمين على الحياة العادية، التأمين على الحياة الشعبية، والتأمين متناهي الصغر، واخر حاجة التأمين الجماعي او التأمين التكافلي. أنواع وطرق بيع التأمين على الحياة التجاري، أول حاجة التأمين على الحياة العادي، تاني حاجة التأمين على الحياة الجماعي، تالت حاجة التأمين على الحياة الشعبي، رابع حاجة التأمين متناهي الصغر، وآخر حاجة اللي هو التأمين التكافلي. السؤال اللي بعد كده، اذكر الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة. ايه هي الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة؟ اول حاجة مهلة السداد، ان انا بدي مهلة سداد للشخص، واتفقنا ان مهلة السداد في المصرية بتكون 30 يوم، في الامريكية بتكون 31 يوم. اعادة السريان، تاني حاجة اعادة السريان، تالت حاجة عدم المنازعة، رابع حاجة الخطأ في السن، الانتحار والاخطار المستثناة، واخر حاجة العقد النهائي. دي الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة، واحنا خدناها في الحلقات اللي فاتت بالتفصيل، كل بند من البنود او كل نقطة من النقط دي شرحناها بالتفصيل. هنا السؤال اللي بعد كده، ما هي الشروط الخاصة بالتأمين المؤقت؟ انا هنا الشروط الخاصة للتأمين المؤقت انا عندي شرطين، اللي هو شرط التجديد وشرط التحويل. عندي كام نوع؟ هما نوعين، اللي هو التجديد والتحويل. التجديد ان انا ينفع ان انا اجدد الوثيقة بتاعتي، التحويل ان انا ممكن احول من وثيقة لوثيقة تانية، يعني وثيقة التأمين المؤقت ممكن ان انا احولها لوثيقة تأمين اخرى تانية. تمام، طيب هنيجي نشوفها اهو. شرط التجديد، يعطي الحامل الوثيقة الحق في تجديدها بغض النظر عن التغير في الحالة الصحية أو المهنية المؤمن عليه لمدة غالبا تساوي مدة الوثيقة الأصلية، أو بمعنى آخر إمكانية تجديد الوثيقة دون تقديم دليل القابلية للإيه؟ للتأمين. يعني أنا من حق إن أنا ممكن إن أنا أجدد الوثيقة دون إن أنا أقدم قابلية للإيه؟ للتأمين. ده شرط التجديد. طب الشرط التاني اللي هو شرط التحويل، اعطاء الحق لحامل الوثيقة المؤقتة بتحويلها الى وثيقة تأمين اخرى، عادة يا اما لمدى الحياة او المختلط، وذلك وفقا لشروط معينة بغض النظر عن التغير في الحالة الصحية او المهنية للمؤمن عليه.
يبقى هنا الشروط الخاصه لو احنا نفتكر مع بعض لسه قايلينها، الشروط الخاصه هم اتنين، هنا شرط التجديد وشرط التحويل. شرط التجديد ان انا ممكن ان انا اجددها بدون ان انا مقابل ان انا ادفع فيها. شرط التحويل ان انا ينفع ان انا احول من وثيقه لوثيقه ثانيه، وممكن ان هي بتكون غالبا بتكون اللي هي الوثيقه المختلطه. يبقى هنا ده الشروط الخاصه لوثيقه التامين المؤقت، اللي هم كام شرط؟ ان هم شرطين، التجديد والتحويل. هنيجي بعد كده نشوف السؤال اللي بعد كده، ما هي انواع وثائق التامين المؤقت؟ انا عندي وثائق التامين المؤقت بتكون قصيره الاجل، هنا طويلة الأجل، هنا متناقصة أو متزايدة، وعندي اللي هي قابلة للتجديد، والوثائق الغير قابلة للتحويل، وعندي الوثائق قابلة للتجديد والتحويل. دي هي الأنواع الخاصة بالتأمين المؤقت. لو احنا هنشوفها هنا على الشاشة، أول حاجة وثيقة التأمين المؤقت قصير الأجل. هنا بيقول لك هنا في وثيقة التأمين المؤقت قصير الأجل، هي عادة بتكون مبالغ ثابتة، اللي هي قصيرة الأجل بتكون مبالغ ايه؟ ثابتة، وتكون صغيرة زي ما بنسمها كده ان هي قصيرة الأجل. قصيرة الأجل يبقى هنا المبالغ بتكون ايه؟ بتكون ثابتة. وأقساط متساوية، يبقى هنا المبالغ ثابتة والأقساط ايه؟ متساوية. وبتتراوح مدة هذه الوثائق بين عدد محدود من الدقائق أو الساعات وعدد محدود من السنوات، اللي هي السنوات بتكون قليلة، ممكن بتكون سنة ما تقلش، ممكن 6 شهور. يعني هنا بتكون اللي هي قصيرة الأجل دي بتكون المدد بتاعتها قصيرة جدا، يعني هنا السنوات بتاعتها بتكون صغيرة. وهنا بيقول لك ان هنا بانتهاء وتنتهي هذه الوثائق بانتهاء مدتها، ان الوثيقة دي اللي هي قصيرة الأجل بتنتهي بانتهاء الوثيقة، المدة بتاعتها هي انتهت خلاص، ان هي المدة بتاعتها انتهت خلاص، الوثيقة بتنتهي. ما لم تكن قابلة للتجديد او التحويل، لو هي كان قابلة للتجديد او التحويل عادي ان احنا بنقدر ان احنا نجددها او نحولها، تمام كده. ده كان اول نوع اللي هي وثيقة التأمين قصيرة الاجل. طب هناخد النوع الثاني من الوثائق اللي هي وثائق التأمين المؤقت زاد المدد الطويلة. ذات المدد الايه؟ الطويل. الاولانيه احنا هنا قلنا ان هي قصيره الاجل، اللي هي قصيره كانت اللي هي المبالغ صغيره والاقساط ايه؟ صغيره. هنا في طويله الاجل بتكون ايه؟ عكسها بقى. هنا بيقول لك ان الوثيقه بتشمل الوثائق المؤقته وبتصدر لمده كام؟ 10 سنوات. في قصيره الاجل كانت المده بتكون كام؟ بتكون مثلا سنه. اما في طويله الاجل اللي هي بتكون بتتراوح بين 10 سنوات ل 20 او 20 او 30 سنة. دي مدة الوثيقة بتاعت اللي هي طويلة الاجل، ذات مدة طويلة نسبيا. اي مدة طويلة ايه؟ نسبيا. والوثيقة بتغطي حياة الفرد الانتاجية. واخيرا ان هي وثيقة تأمين مؤقتة اللي هنا لتوقع الايه؟ الحياة، ان هي بتتوقع الحياة. دي كانت تاني وثيقة او تاني نوع من الوثائق، اللي هي الوثيقة الاولانية اللي هي قصيرة الاجل، الوثيقة التانية اللي هي طويلة نسبيا ذات مدد طويلة ايه؟ نسبيا. طيب النوع الثالث من الوثائق اللي هي وثائق التأمين المؤقت متزايدة القيمة. متزايدة الايه؟ القيمة. يعني ايه متزايدة القيمة؟ هنا بيقول لك بتعطي الحق، لو احنا شفنا على الشاشة اهو، بتعطي الحق في رد الأقساط أو دفع قيمة التصفية أو احتياط الوثيقة إلى جانب مبلغ التأمين الإيه؟ الأصلي في حالة الوفاة قبل سن إيه؟ معين. وبتعتبر الزيادة ده في مبلغ التأمين بمثابة ملحق، لو في زيادة في مبلغ التأمين بتكون بمثابة ملحق للوثيقة الإيه؟ الأصلية، إن أنا بتكون وثيقة إيه؟ أصلية، بتكون ملحقة بالوثيقة الإيه؟ الأصلية. وعدم ظهورها إن أنا ما بظهرهاش أصلا في بصورة منفصلة، ما بتكونش منفصلة عن الوثيقة. وهذا النوع من التأمين بيصلح لمواجهة خطر التضخم. النوع ده من التأمين اللي هو وثائق التأمين المؤقتة المتزايدة القيمة بيكون بتصلح لمواجهة خطر الايه؟ التضخم، وما يتبعه من ارتفاع في الأعباء المعيشية والزيادة في مصروفات الوفاة كنتيجة لانخفاض القيمة الايه؟ النقدية.
ده تالت نوع من الوثائق اللي هي وثيقة التأمين المؤقت المتزايد. النوع اللي بعد كده اللي هي التأمين المؤقت المتناقص القيمة. عادة ما تشترى لمدة تتراوح من كام؟ من 10 لـ20 سنة، وهنا بيكون القسط ايه؟ متساوي. وبتستخدم هذه الوثيقة لتقديم حماية تأمينية، ان انا بقدم حماية تأمينية في حالات الاقتراض او المديونية بصفة عامة، وفي حالة الحاجة الى حماية تأمينية متناقصة بصفة ايه؟ خاصة. وبيعتبر ان التأمين مناسب لصغار السن، اللي هو التأمين المؤقت متناقص القيمة، بيعتبر ان هو هذا التأمين مناسب لصغار السن ومحدود الدخل الذين يعولون اطفال ايه؟ صغار. يبقى هنا التأمين متناقص القيمة بيكون مناسب لصغار السن ومحدود الايه؟ الدخل. هناخد اللي هو النوع اللي بعد كده اللي هو التأمين المؤقت القابل للتجديد. ان هنا التأمين المؤقت القابل للتجديد ان انا ينفع ان انا اجدد الوثيقة بعد الانتهاء. هنا الوثائق ذات مبالغ ثابتة واقساط متساوية. خلال مدة التأمين وعند كل تجديد بيزداد قسط طبقا لسن المؤمن عليه. يعني كل ما السن بيزيد كل ما هنا بيزيد القسط بغض النظر عن حالته الايه؟ الصحية في وقت التجديد. بس انا ما باجي اجدد انا بزود القسط طبقا للسن المؤمن له او المؤمن ايه؟ عليه. طيب النقطة اللي بعد كده احنا خدنا، لو احنا نفتكر هنا الانواع، اول نوع اللي هو قصير الاجل، تاني نوع اللي هو طويل الاجل او هنا مدد طويلة نسبيا، وهنا متناقصة ومتزايدة، وخدنا قابلية للتجديد، هنا في قابلية للتحويل، ان انا ينفع ان انا احول من وثيقة لوثيقة اخرى، وقلنا ان هي ممكن ان احنا نحولها زي اللي هي الوثائق الايه؟ المختلطة. هنا هو بتتيح وثائق التأمين المؤقت قابلة للتحويل حق التحويل. واخر حاجة اللي هي الوثائق التأمين المؤقت قابلة للتجديد والتحويل، ان انا ينفع ان انا اجدد التجديد والتحويل، يبقى تعتبر وثائق التأمين قابلة للتجديد والتحويل. هي اكثر مناسبة لظروف المجتمع المصري لذوي الدخل. هنا كده لو احنا هنفتكر مع بعض، احنا الحمد لله او للاسف حلقتنا انتهت، ولو احنا نفتكر مع بعض احنا خدنا ايه؟ احنا اخدنا اسئلة على الباب الاول، خدنا صح وخطأ، خدنا اكمل، وخدنا الاسئلة المقالية. وللاسف حلقتنا انتهت، واشوفكم على خير، واتمنى لكم التوفيق، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.